كمان نسمع رأي دكتور رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمعي والتنمية البشرية عن موضوع التقسيط، ونرجع نكمل الكلام مع دكتور هشام. التقسيط خدمة بتقدمها الشركات عشان تعمل ترويج لمبيعاتها. احنا كمشترين نشتري امتى بالتقسيط؟ لما يكون قيمة التقسيط أقل من 30% من الدخل بتاعنا، لأن احنا لو زودنا عن كده هنوصل إن قيمة التقسيط دي عبارة عن ديون، لما هنزود عن 30% هتأثر على بقية يعني إيه حريتنا المالية خلال الشهر، وممكن لما نلاقي ان قيمة التقسيط قليلة 100 جنيه ولا 200 جنيه نبتدي نشتري حاجات ملهاش لازمة. نشتري التقسيط بالتقسيط لما تكون السلعة من احتياجاتنا الأساسية والضرورية، نشتري بالتقسيط لما بنكون معانا كاش وعايزين نستخدمه، مثلا الكاش ده موجود في البنك فهيطلع لنا فايدة، فبالنسبة لنا ان احنا يتحط في البنك لمدة الشهور القادمة افضل من احنا ما نستخدم المبلغ كله ونشتري السلعة. احنا نلجأ للقسط لما نبقى عاملين إدارة جيدة للميزانية بتاعتنا. ما ينفعش نلجأ للقسط من غير ما نكون دارسين احتياجاتنا الأساسية، ونبقى مفرقين ما بين أنا إن الاحتياج الأساسي أو الضروري هو شيء بيعرف إن أنا مقدرش أعيش من غيره. ما ينفعش أقسط كماليات، الكماليات لما بتتقسط بتبقى عبء عليا، وبالتالي أنا ما ينفعش أخش في مرحلة من الديون علشان أنا عايزة أعمل كماليات. أنا بخش في الدين ده لأن أنا فعلا محتاجة السلعة دي واحتياج ضروري، غير كده يبقى أنا بعمل إدارة غير جيدة وبفقد التوازن المالي في حياتي. ولو أنا بشتري علشان أسعد وأنبسط وحياتي تبقى أيسر بدخولي في الديون، أنا مش بعمل كده، بالعكس الديون بتوصلني للهموم، ومش للهموم بس لما بيحصل spontaneous buying أو الشراء العشوائي ممكن نوصل إن احنا يعني نبقى في حالة قضائية مش ما نحبهاش لحد أبدا. وبالتالي قبل ما نفكر إن احنا نقسط نبقى عاملين إدارة جيدة كويس قوي لميزانيتنا، ونبقى حاطين أولويات وعارفين احتياجاتنا الضرورية، ونبتدي نتعلم إن احنا بدل ما نبقى مستهلكين من أجل الاستهلاك، لا نتعلم إن احنا نوظف أموالنا بطريقة سليمة، وكل الفلوس تتحط في موقعها السليم، علشان في الآخر ده هيوفر لينا حياة آمنة وسعيدة.